يعني تخيلوا معايا او شوفوا معايا لاش من درجه النقطه ديال الفرنسيه قدرت تغير لكم المعدل ديال الجهوي راديكالمون او لا كارير من 11.90 ل 14.85 ان شونجمون راديكال فريمون. داكشي علاش دائما كنوصيكم بالفرنسيه ثم الفرنسيه ثم الفرنسيه لانها اكيد كتحتل المرتبه الاولى في الجهوي. الو بهذه الطريقه غادي تعرف شحال خاصك تجيب في الجهوي او لا بالاحرى شحال غادي تجيب في الجهوي. بزاف ديال الشباب اللي كيقراو في الاولى بكالوريا كيطرحوا على نفسهم واحد السؤال اللي مهم بزاف واللي هو شحال كيخصني نجيب في النقطه ديال الجهوي هذا العام او لا شنو هي النقطه اللي ممكن انني نجيبها ونطلع الاولى الثانيه بكالوريا عفوا وانا مرتاح بلا ما نبقى هاز الهم فوق ظهري ديال الثانيه بكالوريا بقى تابعاني ديال النقطه اللي خاصني ريكوبيري ما الى غير ذلك. يعني شنو هي النقطه اولا كيفاش كيتحسب المعدل ديال الجهوي. صراحه هذا واحد السؤال اللي ما عنده حتى شي معنى لانه تو سامبلومون كيخصك دير نقطه مزيانه كيخصك دير ما في وسعك وتبذل مجهود كبير باش انك تجيب واحد النقطه مزيانه اللي غادي تشرفك واكيد اللي غادي تخول لك انك تطلع ثانيه بكالوريا وانت مرتاح بلا ما تبقى هاز فوق كتافك الهم ديال النقطه اللي خصك تريكوبيري او اللي خصك تراطرابيها في الثانيه بكالوريا باش تخدم على المواد ديال الثانيه بكالوريا وانت مرتاح وبلا ما تبقى كما قلت لك هاز الهم للنقاط او لا للنقطه ديال الجهوي. ولكن ما فيها باس مره نسولوا راسنا هذا السؤال باش نعرفوا الى اي مدى نقدروا نخدموا ونجتهدوا ونعرفوا اوسي لو نيفو ديالنا واش غادي يقدر يخول لنا اننا نطلعوا الثانيه بكالوريا ونجيبوا اعلى معدل في الجهوي. داكشي علاش في لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كيتحسب المعدل ديال الجهوي. يعني كل واحد فيكم راه يخرج من هذا لا فيديو حتى غادي تكون عنده الطريقه ويعرف كيفاش يقدر يحسب المعدل ديالو ديال الجهوي باش تعرف شحال كيخصك تجيب كحد ادنى في كل ماده. بطبيعه الحال نتوما ما عارفينش شحال غادي تجيبوا في الجهوي وكيفاش غادي تقدروا تحسبوا النقط، ولكن غادي نعطيكم ان اكزامبل اولا غنديروا واحد ليستيماسيون اولا واحد المثال اولا تقدير للنقط. وعلى سبيل هذا التقدير وهاد النقط اللي غادي نديروا غادي تقدروا تعرفوا شحال ديال الجهد كيخصكم تبذلوا تجاه كل ماده وشحال خصكم تجيبوا في كل ماده باش تجيبوا اعلى معدل. الوغ دوزو دابا للتطبيق كيفما كتشوفوا معايا انا هنا راسم لكم ديجا لو طابلو اللي غادي من خلاله تعرفوا كيفاش تقدروا تحسبوا النقطه ديال الجهوي ديالكم. وكيف ما قلت لكم غادي نديروا حنا غير واحد ليستيماسيون اولا واحد التقدير للنقطه اللي انت باغي تجيب. على سبيل المثال بغيتي تخدم مزيان وتعطي مجهود في واحد الماده فها هي النقطه اللي غادي تحصل عليها في الاخر في الجهوي، ولا كنتي ما عطيهاش اهميه كبيره فها هي النقطه اللي غتحصل عليها. داكشي علاش بغيت نعطيكم غير اكزامبل تقريبي وانتم اكيد كيبقى لكم اختيار واش تخدموا مزيان او ما تخدموش. وكنظن انه كلكم باغيين تخدموا باغيين تجيبوا دي بون نوت وباغيين تجيبوا اعلى معدل. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا هنا لو طابلو دايره انا لكم نعطيكم اكزامبل بشعبه ديال الاداب. بالنسبه للشعبه ديال العلوم راه غديروا نفس الطريقه اللي غادي نشرح لكم باغ لا سويت، غير غادي تبدلوا هاد المواد بالمواد اللي غدوزوا فيها نتوما الجهوي. كيفما كنعرفوا الادبيين كيدوزوا في 3 ماتيغ والعلميين كيدوزوا في 4 ديال الماتيغ. الادبيين كيدوزوا في الفرنسيه الماط والاسلاميات، والعلميين راهم غادي يطبقوا نفس الطريقه على المواد اللي غدوزوا فيها ان شاء الله الامتحان الجهوي. اول حاجه كيفما كتشوفوا معايا لي ماتيغ فرنسيه الماط الاسلاميات وهنا المجموع، هنا عندنا النقطه يعني غادي نستيمو ولا غادي نقدروا واحد النقطه، وهنا عندنا المعامل ديال هذيك الماده، وهنا عندنا النقطه نون ميم يعني النقطه في المعامل. هذه الطريقه باش كيحسبوا لكم النقطه ديال الجهوي. ناخذوا هذه تاخذ اكزامبل ماده اللغه الفرنسيه مثلا لا قدر الله جبتي فيها مثلا 9 مثلا جبتي 9 الفرنسيه. الماط مثلا جبتي فيه 12 لانه ديجا الماط ديال الادبيين في الاولى باك تيكون ساهل، والاسلاميات مادام انك شعبه الاداب راه غادي تكون عندك مع الحفظه مثلا جبتي 16. ندوزو دابا للمعامل الفرنسية المعامل ديالها 4، الماط المعامل ديال 1، والإسلاميات المعامل ديالها 2. أو غادي ندوزو دابا نحسبو. كيفاش غادي نحسبو؟ غادي نضربو النقطة في المعامل. ألو 9 × 4 كتعطينا 36. بالنسبة للرياضيات حتى هي النقطة ديال الرياضيات كنضربها في المعامل، 12 × 1 كتبقى هي 12، والإسلاميات 16 في المعامل يعني 16 × 2 اللي هي 32. الو كيف ما كتشوفوا معايا 36 12 32 كيفاش غادي نحسبوها؟ كنجمعوا 36 مع 12 مع 32، المجموع ديال هاد النقط هو اللي كنسجلوا هنا. 36 مع 12 مع 32 كتعطينا 80. كيفاش غادي نحسبوا اولا كيفاش غادي نخرجوا المجموع او المعدل اللي غادي نجيبوا؟ كناخذوا هذا المجموع هذا اللي هو 80 كنقسموه على عدد المعاملات. المجموع ديال هنا كنقسموه على عدد المعاملات، هاد المعاملات طبيعي الحال كنجمعوهم، كنجمعو 4 مع 1 مع 2 كتعطينا 7، يعني كنقسمو 80 على 7، هذاك المجموع هو اللي كيعطينا النقطة اللي غادي تجيب في الجهوي.
هنا مثلا نقسمنا 80 على 7 كتعطينا 11.42. 11.42 هي النقطة اللي غادي تجيبو أو اللي غادي تجيب في الجهوي في حالة ما إذا جبتي 9 في الفرنسية، 12 في المات، و 16 في الإسلامية. نفس الشيء غادي تقدر تطبقو على النقاط الآخرين. مثلا كنتي أنت عندك مع الفرنسية وجبتي نقطة مزيانة، غادي دير النقطة اللي أنت كتمنى تجيب أو اللي أنت ضامن أنك تجيبها، والنقاط الاخرين ديال المواد الاخرين كدير نفس العمليه. حنا غادي نعاودو ناخذ انوتر اكزامبل باش غادي نبين لكم واحد المساله اللي مهمه بزاف ودائما كنوصلكم عليها. مثلا ما جبتيش 9 نساوي علينا دابا 9، مثلا جبتي نقطه اخرى، مثلا جبتي 15 فرنسيه ديجا نقطه زوينه بزاف. 12 نخليوها هي هي في الماط، والاسلاميه نخليوها هي هي 16. نخليونا حنا دابا غير مع الفرنسيه، كاين تغيير في اللغه ديال في النقطة ديال اللغة الفرنسية. 15 ملي كنضربوها في 40 مكتبقاش 36، أكيد غادي تبدلو المجموع. شحال غتولي؟ غيولي 60. 12 و 32 غتبقى هي هي مادام النقطة ديال الإسلامية تما مغتبدلش. ألوغ ملي غنجمعو 60 مع 12 مع 32 مغاداش تبقى 80، غادي تولي 104. شوفو الفرق من 80 حتى 104. 104 ملي غنقسموها على 7 مغيبقاش لينا 11.42، لا غادي تبدل كاريمون المعدل ديال الجهوي وغادي يولي 14.85. يعني تخيلوا معايا او شوفوا معايا اش من درجه النقطه ديال الفرنسيه قدرت تغير لكم المعدل ديال الجهوي راديكالمون او لا كاريمون من 11.42 ل 14.85. ان شانجمون راديكال فريمون. داكشي علاش دائما كنوصيكم بالفرنسيه ثم الفرنسيه ثم الفرنسيه، لانها اكيد كتحتل المرتبه الاولى في الجهوي، لان النقطه ديالها اولا المعامل ديالها كبير بزاف، طالع بزاف اللي هو 4، ماشي هي واحد ماشي هي جوج. الماط الا جبتي فيه 10 راه كتبقى هي هي، جبتي فيه 19 كتبقى هي هي. اكيد النقطه الا كانت طالعه باش ما كانت طالعه باش مزيان، ولكن النوط ملي كتضرب في المعامل هي فاش كتاثر. الا كان المعامل صغير راه ما غتاثر والو، غتبقى لا ميم، ولكن الا كان المعامل كبير بحال في الفرنسي اكيد غادي تاثر وغادي تطلع لك من النقطه ديال المعدل عامه. داكشي علاش دائما كنوصيكم بالفرنسي، وانتم ديجا غتكونوا لاحظتوا معايا لو شونجمون كيفاش داير في النقطه من 11.42 ل 14.85. داكشي علاش دائما انا كنوصيكم بالفرنسيه، وهادشي راه غادي ديجا تكونوا لاحظتوا كيف ما قلت لكم بالنسبه للعلميين راه يقدروا يطبقوا نفس العمليه على المواد اللي عندهم. وهادشي كامل اولا هاد المساله اللي درت معكم ولا هاد التصحيح فقط باش نعطيكم نظره شامله اولا كيفاش تقدروا نتوما تقدروا النقطه ديالكم وتقدروا المجهود ديالكم للمواد والخدمه ديالكم. يعني واحد الماده ما كتحتاجش مني مجهود اولا ما غاداش تعطيني ديجا ان بون ريزولتا، ما كاينش علاش نضيع معها وقت طويل اولا انفيستي فيها بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد. اكيد ما كنقولش لكم هملوا النقط او هملوا باغدون المواد، ولكن كنقول لكم عطي كل ماده الحق ديالها وكل ماده الوقت اللي كتستحق والجهد والتركيز اللي كتستحق منكم. داكشي علاش دائما كنوصيكم بالفرنسيه، خدموا على الفرنسيه مزيان لانها اكيد غادي تشونجي لكم لا نوت جينيرال. الوغ بهذه الطريقه غادي تعرف شحال خاصك تجيب في الجهوي او لا بالاحرى شحال غادي تجيب في الجهوي، لانك غادي دير واحد ليستيماسيون او لا واحد التقدير للنقطه، وبالتالي غادي تقدر كذلك المجهود ديالك اللي غادي تبذلو تجاه كل ماده وكيف ما قلت لك على راس كل المواد الفرنسي. هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم، جيسبر انها تعجبكم، جيسبر سورتو انها تفيدكم. الا فادتكم حتى ما تنساوش تفيدوني وتفيدوا لا فيديو باش انها تنتشر وكلشي يستافد. خليو ليا ان لايك باش طلع لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا ويعرفوا حتى هما كيفاش كيتصحح الجهوي وكيفاش ممكن يقدروا يامليوريو من النيفو ديالهم ان شاء الله ويجيبوا اعلى نقطه. وكذلك ما تنساوش طاقيوهم لتحت في لي كومونتير. ومن طبيعه الحال كنتي مازال جديد ومازال ما تابونيتيش سواء القناه ديال اليوتيوب او لا لاباج ديال فيسبوك، ما تنساش تابونا وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وتهلاو في راسكم حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.